مساءكم ابيض بخطين حمر، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا. برنامجنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادي الزمالك وكمان اهم الاخبار المحليه والعالميه والبالون دور. هقول لكم كل التفاصيل، يعني النهارده هنعرف القائمه، الاعلان هيبدا وهنعرف الاقل من 30 والاسماء بعد الساعه 9، ولكن هنتابع معاكم لحظه بلحظه. هيكون في كلام كتير عن مو صلاح والمحترفين المصريين اللي تالقوا الاسبوع ده، ولكن بدايتنا زي كل يوم اهم عناوين الحلقه. الزمالك والدوري، حلم الثالث على التوالي. المحترفون المصريون، اسبوع حافل. صلاح والكرة الذهبية، الظهور الرابع. أستاذ عبد الشافي صادق في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة اللي حابين نعرف رأي حضراتكم فيه، إيه رسالتكم للاعيبة نادي الزمالك للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي؟ ابعتوا لنا كل آرائكم ورسائلكم على السوشيال ميديا بتاع قناة نادي الزمالك. السنة دي بداية أكتر من حلم، بداية حلم الثالثة والدوري الثالث على التوالي إن شاء الله، كمان حلم السادسة وبطولة أفريقيا، حلم الكاس، وأحلام كتير جدا جدا بيحلم بيها جماهير نادي الزمالك. كل ده بيبدأ من لقاء يوم الأربعاء، لقاء الزمالك وسموحة في الجولة الأولى من الدوري. ليه بقول من لقاء يوم الأربعاء؟ دايما البدايات بتدي مؤشرات. هل البدايات هي اللي بتبين النهايه؟ لا خالص، ولكن البدايه بتديك مؤشر. الفوز بيجيب فوز، بيجيب استقرار، بيجيب هدوء، بيجيب تركيز، وده اللي عملناه السنه اللي فاتت. فوز في فوز في تركيز في فوز في شغل في فوز، هذا اللي حصل. فانك تفوز يوم الاربعاء ان شاء الله يديك استقرار، يديك اريحيه، يديك تركيز على اللقاء اللي بعديه، تركيز على لقاء السوبر يوم 28. كل فوز بيديك دفعة للماتش اللي بعديه، وبيكون دافع مهم جدا. طيب هل يعني يوم الأربعاء لا قدر الله، تعالوا أنا بحب دايما أتكلم معاكم على كل الصور كده وكده وكده، كل الحاجات، فوز ولا قدر الله فقدان نقاط، هل دي نهاية العالم؟ لا برضو، لا برضو، ولكن ما تمنهاش، ما حدش يحبها. أول لقاء وأنت حامل آخر لقبين، لازم تنزل تقاتل، لازم تنزل تدافع، لازم تنزل بقوة نادي الزمالك. لعبتنا الجديدة بدأت تنسجم، الصفقات الجديدة بتشتغل بقوة كبيرة جدا عشان تظهر بأفضل شكل ممكن. كل اللعيبة بتجتهد. فريرا وشفنا فيديوهات هو قاعد بيداعب الفرقة وبيداعب اللعيبة كلها، وبيقول أفضل لاعب كان موجود دكتور محمد أسامة. روح حلوة قوي، روح حلوة قوي داخل نادي الزمالك. الفوز يزود ده، الفوز يديك ثقة، يديك هدوء، يديك نظرة للي جاي وانت واثق في نفسك. ولكن محدش ينزل عنده ثقة زيادة. هي في شعراية يا جماعة، في شعراية بين الثقة وبين الرعونة. تفرق انك واثق ولكن بتلعب برجولة، بتلعب الكرة الصح، عايز اسجل، عايزين نسجل، مش عايز اسجل، عايزين نسجل. مين اللي هيجيب الجون؟ مش مهم. مين اللي هيحرز؟ مش مهم. مين الاسيست؟ مش في دماغي. عشان كده لازم جماهير الزمالك الفترة اللي جاية كلها تدعم الزمالك. بلاش نقول مستر اسيست، بلاش نقول افضل هداف، بلاش نقول المقاتل، تعال نقول لاعبتنا الرجالة، تعال نقول كل اللعيبة ابطال، تعال نمدح كل اللعيبة، نمدح الزمالك، نشتغل مع كل اللعيبة. فكرة انك تحسس اللعيبة ان اللي بيجيب جون او اللي بيعمل اسيست هو ده اللي بياخد كل حاجة، تخسرنا، تخسرنا. تدخل بينا حاجة مش عايزينها تظهر، الانانية او اللي انا عايز اسجل. دي حاجة ما شفناهاش في الزمالك الحمد لله السنة اللي فاتت، مش هنشوفها السنة دي. اللعيبة كلها حابة
ان اي حد يسجل تفرح لبعض روح كبيره جدا. ان شاء الله البدايه تكون بقوه نادي الزمالك زي ما عملنا السنه اللي فاتت مع الصفقات الجديده. متاكد فيريرا هيبدع في التشكيل، لاعبتنا هتتالق، الاداره عملت اللي عليها، امير عمل اللي عليه، الجماهير هتكون موجوده 90 دقيقه ان شاء الله، واول 3 نقاط يوم الاربعاء. بعد كده نتكلم فيما هو قادم. كان هنتكلم مع حضراتكم اكتر عن بدايات الزمالك في الدوري، تفاصيل كتير، ولكن بمناسبه الاهداف ومين بيسجل، ايه اللي صلاح عمله امبارح ده؟ ايه اللي صلاح عمله امبارح ده؟ انا كنت معاكم على الهوا وقلت لكم النتيجه، ولكن لما خرجت، اول ما خرجت كل الناس شفت الجون لازم تشوفه. صلاح ابدع وتالق وتعملق، صلاح بيرد على الناس كتير جدا. صلاح مبدئيا امبارح كان بيلعب اغلب الماتش في مكان مش بتاعه امام السيتي، كان بيلعب فيرود تاني وساعات صريح. صلاح تالق، واحنا قاعدين بنتابع اللقاء بنحاول نبص على حاجه مختلفه، نحاول نبص على لقطة مختلفة. يا ريت يا جماعة نشوف اللقطة دي كاملة كاملة على شاشة الناس تشوفها. وصلاح وأليسون بيلعب الكرة لصلاح، وأليسون بيلعب الكرة لصلاح، جوارديولا واقف بيقول لهم امسكوا الحصان ده، حاول الحصان بيجري. بص يا جماعة الصلاح فين هنا، الكرة لسه هتتلعب فاول، واقف هو الحيطة، واخد بالك انت، هو واقف الحائط، الكرة هتتلعب. نتابع الصورة مع بعض. 12 ثانية بالظبط صلاح كان فين عند الجون بيحط الكرة جون. 12 ثانية، انت متخيل 12 ثانية من هنا لهنا. طب لو شفنا بقى ردة فعل جوارديولا والكرة بتتلعب، بص يا جماعة هنا جوارديولا، أليسون لسه بيلعب الكرة، وصلاح أخد السبرنت، جوارديولا هو اللي تحت جنب الراجل اللي لابس أصفر ده، هو اللي لابس أسود بيقول لهم يا جماعة يا جماعة حد يوقف الراجل ده، حد يوقف الحصان ده، امسكوا الحصان. هنا أول ما صلاح عدى وقع ايده على راسه وهيقع، الصوره بعدها تلاقيه واقع على الارض. هو خلاص كويس ما راحتش جون، ولكن هو وقع في الارض خلاص، هو عارف انها جون. مجرد ما شاف صلاح طلع الكره هو عارف ان صلاح هيحطها، لان صلاح لسه قبلها بدقايق اهدى. بصوا هنا، هنا وقع على الارض، مجرد ما صلاح انفرب بالجون جارديولا كان في الارض. ده او دي لقطه الموسم في الدوري الانجليزي، الكوره دي والمشهد ده ووقع جوارديولا دي اهم صوره واهم مشهد في الدوري الانجليزي السنه دي. ودائما اللي بيكتب المشاهد دي ابننا المصري محمد صلاح، هو اللي بيكتب ده. كنا بنسال جوارديولا كان بيتكلم مع صلاح في ايه بعد الماتش، وضحت كان بيتكلم معاه في ايه، وضحت باين الراجل بيقول له احنا حاولنا نقفل عليك ولكن مفيش. الراجل حاول يمسك الحصان، الحصان فلت. الفرعون المصري دايما بيحتفل، لقطه في منتهى الاحترام، اللقطة دي تخلينا نفخر بابننا المصري محمد صلاح. محمد صلاح كسر كل الأرقام. ناس بقى تطلع تقول لك أصل جوارديولا ما بيحب صلاح، أصل جوارديولا ما بي مش عارف إيه مع صلاح، أصل جوارديولا شايفه مش أحسن لاعب. شايفين نظرة جوارديولا عاملة ليه إزاي؟ راجل سعيد بيه مع إنه هو اللي خسره. طبعًا إمبارح الناس كلها سعيدة بصلاح، ولكن سلام لو في حد مصري بيشجع أرسنال وصلاح بيلعب. يوهو ده دلع، انت وقعتلي ده اقرب حد ليا عشان انفرد بالصداره، وصلاح لا جاب جون، بقى فرق بيننا وبين سيتي 4 نقاط. فامبارح يعني كل جماهير ارسنال سعيده، انا سعيد بصلاح صراحه، جدا 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 سعيد بتالق صلاح من جديد، سعيد بتسجيل صلاح للهدف الثاني، مش الهدف الثاني، سعيد بتسجيل صلاح لقائين ورا بعض، واحد شامبيونز ليج واحد دوري، ولكن سجل اسرع هاتريك في الشامبيونز ليج في التاريخ بتاع الدوري ابطال اوروبا، ويرجع في الدوري في ماتش كبير في قمه كبيره جدا اللعب عليه. وكالعاده صلاح في المواقف الكبيره بيظهر، وكالعاده مع السيتي. وشفنا على فكره مشهد يعني سخيف جدا، حكم تغاضى عن فاول لصلاح، ويمكن فيها طرد كمان لسيلفا، طرد والله والله طرد. الراجل بيلعب معاه مصارعه، الراجل متشعبط في رقبه صلاح وبيشده، لا وقايم يتخانق معاه بعد الكوره. دي كان بالنسبة لي مشهد غريب، وكلوب اتطرب في الكرة دي. أنا من كلوب كنت هنزل أتخانق، أنت إيه ده؟ إيه في إيه؟ مفيش فار، الراجل متشعبط في صلاح، متعلق فيه تماما يعني. بس الحمد لله امبارح صلاح قدر يتألق وقدر يظهر بشكل كبير. على فكرة مش بس صلاح اللي تألق، كل نجومنا المصريين تألقوا. عندنا حجازي قدروا يفوزوا 2-1، سجل هدف
الفوز بشكل كبير جدا مع الاتحاد في الدوري السعودي. كمان عندك مرموش سجل الهدف الثاني وفريقه تعادل 2-2، وده هدفه الثاني في الدوري الالماني. مصطفى محمد قدر يسجل الهدف الثالث لفرقته وقدروا يفوزوا 4-1 ناند. وكمان في الماتش ده استلم مصطفى محمد لاعب افضل لاعب في شهر 9، حاجه حلوه جدا. لعبتنا كلها بتالق، تريزيجيه في الدوري التركي يسجل الهدف الثاني ويساعد فرقته على التعادل، حاجه نفخر بيها. نامل كل لعبتنا تظهر بالشكل ده دايما وابدا. وعشان نتكلم اكتر ونعرف اكتر تفاصيل عن لعبتنا المحترفين، تعالوا نشوف التقرير ده عن اسبوع حافل للاعبين المصريين ونرجع نكمل كلامنا. بدايه اخبارنا من عند الفريق الاول لكره القدم، وتحديدا من مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى منصور، واللي اعلن رسميا عن تجديد عقد محمد اشرف رؤى لاعب الوسط، طبعا اللاعب المقاتل اللي كلنا شفناه، وحسم أمير مرتضى المشرف العام على الكرة كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية. عقد رؤى كان انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي قبل أن يجدد الزمالك عقد اللاعب رسميا. ورؤى من اللعيبة المجتهدة جدا 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 اللي صبر كتير، وكمان الفيديو اللي تقدم بيه رؤى يدل عن مسيرة رؤى الفترة اللي فاتت مع الزمالك، القيل والقال والناس اللي بتقول لك خلاص ماشي، لا مش ماشي، لا مكمل. وهو الراجل بإمكانياته داخل الملعب أثبت إن هو لازم يكمل، وقدر كمان يقنع مستر فريرا بإمكانياته علشان يستمر في رحلته مع نادي الزمالك. نشوف فيديو التقديم الحلو قوي ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. الحكاية هتفضل مستمرة مع كل اللعيبة المجتهدة، واحنا كمان مستمرين معاكم في أخبار نادي الزمالك، والمرة دي من عند الفريق الأول اللي واصل الإعداد بقى وبيشتغل بشكل كبير لمباراة سموحة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. وخاض الفريق تدريباته في إطار الاستعدادات لضربة البداية في الدوري، والحقيقة أن ضربة البداية مهمة جدا للفريق في مشوار الحفاظ على اللقب والفوز بالدرع للمرة الثالثة على التوالي إن شاء الله. كل حاجة بتبدأ بخطوة، وكل دوري بيبدأ بتجميع أكبر عدد نقاط، وده اللي هنعمله السنة دي، هناخد خطوة في اللي بعدها في اللي بعدها، وإن شاء الله قطر الزمالك في آخر موسم يكون حامل درع الدوري. من أخبار تدريب الفريق الأول، كان مستر فيريرا حريص على الاجتماع باللاعبين على هامش المران، وأكد على ثقته في قدراتهم وطلبهم إن هم ينسوا تماما أي حاجة تانية غير اللقاء الجاي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ننسى دوري أبطال أفريقيا، ننسى إن في لقاء مهم جدا مع النادي الأهلي في السوبر، ننسى أي حاجة، نركز فقط، مش عايز أي كلام ولا أي حديث غير عن أهمية ضربة البداية في الدوري، خصوصا إن فريق سموحة فريق قوي جدا، يقدر يعمل مفاجآت، يقدر يسجل وعنده لعيبة قوية، ويقدر يعمل دفاع قوي، بيملك مدير فني قوي جدا كابتن طارق العشري اللي عايز يعمل معاهم إنجاز السنة دي. ضربة البداية دايما بيكون ليها تأثير في مشوار الفريق للحفاظ على لقب الدوري، ده مش كلامي، ده كلام مستر فريرا. لسه مع اخبار الزمالك، وبعد ما منح مستر فريرا الراحه السلبيه امبارح للرباعي محمد طارق وحسام اشرف ومحمد حسام بيسو والسيد عطيه حارس المرمى، قرر الجهاز الفني مشاركه الرباعي والانتظام في تدريبات النهارده، وكان مستر فريرا قرر منح الرباعي الراحه بسبب مشاركتهم مع فريق الزمالك مواليد 2001 في مباراته امام البنك الاهلي امبارح الحد في الجوله الثالثه لبطوله الجمهوريه، وهي المباراه اللي فاز بيها الزمالك بثلاث اهداف مقابل
هدفين، مبروك ليكوا يا رجاله. وعلى فكره دي حاجه حلوه ان هم يشاركوا مع مواليد 2001، حاجه تديهم كمان احتكاكات اكتر علشان رجلهم تكون في الملعب وقت ما يحتاجهم فريرا يكونوا معاه. من الاخبار الجميله اللي بنستناها دايما عوده لاعب من اجهاد او اصابه، ولما يا سلام بقى لما يكون لاعب مهم، لما يكون لاعب ليه تقله، لما يكون لاعب من اهم اللعيبه اللي في مصر في مركزه وهو الونش. امبارح شارك الونش في تدريبات الجماعيه، وده بعد ما انهى البرنامج التاهيلي اللي كان خصص ليه من قبل الجهاز الطبي. الونش كان عنده اصابه كده جاهز بنسبه 100%، ولكن ممكن الجهاز الفني شايفه مش توب دلوقتي، شايفه محتاج يركز اكتر، محتاج يشتغل بدني اكتر، ولكن ان شاء الله الونش يكون جاهز في اللقاء القادم. في اطار حرص طبعا مستمر من كل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين، تحديدا فريرا عنده حرص كبير جدا ان هو يجهز اللعيبه باكتر من شكل ويعمل لهم اكتر من حاجه فنيه خاصه، فقرات فنيه يشتغل بيها المجموعه من اللاعبين المدافعين بالفريق خلال التدريبات الجماعيه. يعني هو الراجل عمل جمل يشتغل عليها مع الدفاع، جمل فنيه وفقرات فنيه خاصه بالمدافعين كان بيقودها مستر فيريرا بنفسه وكابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد، والفقره كان التركيز فيها على الجوانب التكتيكيه في تحركات المدافعين وكمان تمركزهم. وقرر مستر فيريرا ايقاف الفقره اكتر من مره عشان يصحح بعض الاوضاع. يعني معنى ايه؟ ممكن هو عايز حاجه من الجمله دي فعملها علشان الحته دي، فاللعيب غلط فيوقف ونعيد تاني، فاللعيب عمل مشكله لا نوقف ونعيد تاني مره في مره في مره لحد ما اللعيب يظبط اللي محتاجه اسف اللي محتاجه المدير الفني، وقدر يوصل لكل حاجه محتاجها من التدريب ده. لسه مع اخبار الفريق الاول، وما زال عبد الله جمعه الظهير الايسر مستمر في اداء البرنامج التاهيلي، وهو بيؤدي حاليا المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي الموضوع ليه لتجهيزه للمشاركه بشكل كامل في تدريبات الجماعيه للفريق. وادى عبد الله جمعه الفقره التاهيليه والبدنيه مع بقيه اللعيبه على هامش التدريبات، وبعدها خاض عبد الله تدريبات تاهيليه منفرده بالكره تحت قياده فليب سوزا مخطط الاحمال بالفريق. عبد الله كان بيعاني من اصابه بكتمه في انكل القدم وغاب بسببها عن المباريات الاخيره للفريق. عبد الله من اللعيبه المهمه في الملعب، عبد الله من اللعيبه اللي بتحب النادي جدا، بيحب الزمالك، بيحب الجماهير، بيحب يتعب، بيحب يبان ويظهر بشكل كبير. وعبد الله شايل الزمالك فتره محدش يقدر ابدا اللي هو ينكرها، كلنا من النادي ونقول عبد الله لازم يكون في المنتخب. عبد الله كان افضل باك ليفت، بس على عبد الله ان هو يشتغل ويرجع بقوته تاني المعهوده ويرجع بالقوه اللي احنا عارفينها، ده لمصلحته ولمصلحه نادي الزمالك وايضا لمصلحه منتخب مصر. اخبار الزمالك كده خلصت معانا، خلينا نروح نشوف معانا ايه النهارده في الاخبار المتنوعه. يلا بينا. ان شاء الله بكره هينطلق الموسم الجديد بمنافسات الدوري الممتاز 2022 2023، وتقام ثلاث مباريات في افتتاحية الدوري. الساعة 3 هيلتقي أسوان والاتحاد السكندري، الساعة 5 هيكون البنك الأهلي ضد فاركو، الساعة 7 مباراة المصري وسيراميكا، وتقام ثلاث مباريات يوم الأربعاء أبرزها بكل تأكيد بالنسبة لنا كلنا لقاء الزمالك وسموحة الساعة 7 مساء، ويسبقها الإسماعيلي والأهلي الساعة 5، لقاء قوي على فكرة جدا في منافساته في البداية، وفي نفس التوقيت إنبي وبيراميدز. أنا شايف أول يومين هنشوف فيهم كرة حلوة. أول يوم على فكرة في لقاءات مش سهلة أبدا، يعني أنت عندك أسوان والاتحاد، ده ماتش هيكون حلو على فكرة. أسوان جاي بقوة بصفقاته، جاي بإمكانيات، جاي بطموح كبير جدا، عايز يظهر بشكل كبير. والاتحاد أيضا نادي جماهيري مع صفقات عايز يرضي جماهيره، فالماتش هيكون فيه تنافسية عالية جدا، وانا شايف ده من افضل اللقاءات اللي ممكن تكون موجودة اول يوم. عندك اللقاء الثاني البنك الاهلي وفاركو، فاركو
جايب بامال غير السنه اللي فاتت، عايز يوصل لمستوى افضل، والبنك الاهلي في حته في الوسط بقاله سنتين فعايز يكمل في نفس الموضوع وياخد ستيب افضل، والبنك الاهلي عاده بدايته بتكون جيده. كمان عندك لقاء الاخير اللي هو المصري وسيراميكا، هيكون في كوره كويسه وان شاء الله نستمتع بالدوري السنه دي ويكون دوري مثير، والافضل يكون زملكاوي ان شاء الله. بالكلام عن انطلاق الموسم الجديد من الدوري، تعالوا نشوف تقرير عن البطوله الجديده والدوري الجديد ونرجع نكمل كلامنا. تنطلق غدا مباريات الدوري الممتاز موسم 2022-2023، الجولة الأولى من البطولة الأغلى، البطولة التي يحمل الزمالك لقبها لموسمين متتاليين. تقام غدا ثلاث مواجهات. ضربة بداية الموسم الجديد من الدوري ستكون بمواجهة قوية. أسوان الصاعد حديثا في ثوبه الجديد يواجه زعيم الثغر الاتحاد السكندري، وفي اللقاء الثاني يحل فاركو ضيفا على البنك الأهلي. مواجهة صعبة بين فريقين نجحا في الموسم الماضي في الظهور بأفضل صورة. أما اللقاء الثالث فيجمع بين المصري البورسعيدي الذي يستضيف سيراميكا كليوباترا. الفريقين قاما بعمل موسم انتقالات قوية، والكل يترقب ضربة بداية الدوري الذي تستكمل مبارياته الأربعاء بثلاث لقاءات. المواجهة الأولى ستجمع بين الإسماعيلي والأهلي، أما اللقاء الثاني فيجمع بين إنبي الذي يستضيف بيراميدز. وصيف النسخة الماضية يبحث عن بداية مثالية، أما البطل فإن مواجهته مع سموحة ستكون محط كل الأنظار. الزمالك في حملة الدفاع عن لقبه يبحث عن الانتصار، وتختتم مباريات الجولة الأولى من الدوري الخميس بثلاث مواجهات. اللقاء الأول يجمع بين المقاولون العرب وغزل المحلة، الفريقين نجحا في الهروب من شبح الهبوط الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة. أما اللقاء الثاني فيجمع بين حرس الحدود العائد للممتاز وفيوتشر، وأخيراً يحل طلائع الجيش ضيفاً على الدخلية. في الجولة الأولى للدوري تقام تسع مباريات نارية، والكل يترقب سباق البطولة المحلية. من الأخبار العالمية بقى كلها طبعا بتتكلم عن فكرة صلاح واللي حصل في السيتي، ونروح للاسباني بيب كارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي واللي اعترف بصعوبه التعامل بالشكل الدفاعي الامثل مع محمد صلاح نجم ليفربول واللي كان سبب في اول خساره للسيتي في الموسم الحالي. قال جوارديولا انه في تصريحات طبعا نشرت على مواقع السيتي ان شباك فريقه تلقط الهدف الوحيد بسبب خطأ وعدم التركيز في التمريرات، واضاف ان الدفاع امام صلاح صعب جدا مع طريقة صلاح اللي بيستخدم فيها سرعته مع جسمه، وشدد وقال ان لازم فريقه يتعلم من اللي حصل علشان ما يتكررش في المباريات الصعبة اللي جاية ضد ليفربول او غيره من الفرق، واعترف انه خسر مباريات او خسر المباراة دي لان اللاعبين ارتكبوا اخطاء ضد احد افضل الفرق في العالم وهو ليفربول اللي خاض ثلاث نهائيات دوري ابطال اوروبا في السنوات الخمسة الاخيرة، واكد ان ليفربول فريق استثنائي وانه شخصية معجب بيه كثيرا. كلام محترم جدا من مدير فني كبير. العالم كله بقى النهاردة قاعد بيترقب الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، والنهاردة الساعة 9 تحديدا في العاصمة الفرنسية باريس هتبدأ حفل تقديم جوائز الكرة الذهبية الأفضل أو لأفضل لاعب ولأفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى طبعا وأفضل لاعبة كمان، وطبعا جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأبرز، الناس كلها مستنية تشوف مين صاحب أفضل لاعب في العالم في النسخة 66 من الكرة الذهبية. في منافسة حتى الآن بين 30 لاعب، ونجمنا المصري طبعا محمد صلاح موجود في القايمة. والغريب والمفاجأة السنة دي إن ميسي خارج الـ30، مفاجأة كبيرة جدا طبعا من اسم ميسي حتى مش في أول 30. الأنظار كلها بتتوجه ناحية كريم بنزيما، وهو ناس تقول لك هو الأقرب، ناس تقول لك كورتوا هو الأقرب، ناس تقول امبابي ليفا. هنشوف
اللي هيحصل، ولكن النسخة الحالية هي لأول مرة التقييم فيها بيكون على أداء لاعب في الموسم اللي فات، مش تقييم على أداء السنة الميلادية زي ما كان بيتعمل قبل كده، وفي مفاجآت كتير. احنا يهمنا ان نشوف صلاح في أفضل ترتيب ونشوف صلاح في أفضل مكانة ممكنة. في أسماء كتير موجودة في الـ30، صلاح بنزيما ورونالدو وأرنولد وكورتوا وهالاند طبعا، مبابي، ساديو ماني ورياض محرز وليفاندوفسكي، أسماء كتير موجودة في القائمة دي. النهاردة الساعة 9 كل الأنظار هتتوجه نحو العاصمة الفرنسية باريس علشان تتابع وتشوف الأفضل في البالندور. الناس كلها هتعرف مين أفضل لاعب. طبعا في جوائز مهمة، أفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب، ولكن أفضل لاعب هي اللي بتاخد زي ما نقول كده السوكسيه، هي اللي بتاخد اللقطة، هي اللي بتاخد الاهتمام الأكبر علشان المنافسة بين أسماء كبيرة جدا من اللاعبين. خلونا نطلع فاصل سريع علشان نستقبل بعديه على طول ضيفنا أستاذ عبد الشافي صادق الناقد الرياضي. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ومنورنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير استاذ عبد الشافي صادق. منورني كالعاده. الله يخليك يا استاذ احمد، وانا وحشني والله، بقالنا كتير ما تقابلناش مع بعض. سعيد اكون معاك. طبعا طبعا انا ببقى سعيد جدا معاك، وقناتنا قناه الزمالك، ودايما لازم بندعو ان احنا نكون عند حسن ظن جمهور الزمالك العظيم. صحيح، ودايما بنتفائل مع بعض بلقاءات وفوز. الفتره اللي فاتت كنا مع بعض كتير في الاستوديو وفوزنا الحمد لله، عملنا دوري وكاس، داخلين على بدايه دوري جديده ثم سوبر. شايف الرؤيه العامه للزمالك قبل انطلاق موسم قوي ان شاء الله ازاي؟ في البدايه يا احمد لازم نقول احمد مين يا استاذ شيف؟ استاذ احمد مين يا استاذ؟ استاذ محمد يا مين يا استاذ؟ نسيني اسمي على لا يا عمي، لا انا كاتب ماشي. هي كنت بكلم احمد خلاص. انا ليه كده عشاء؟ لا طبعا معزوم. ليه عشاء؟ في اي مكان يعجبك. مشاهدين في اي مكان يعجبك. خلاص ماشي. مصر كلها شاهده، مصر كلها شاهده، واحنا الاكثر مشاهده. احنا الاكثر مشاهده طبعا. ده ايه السجل؟ مصر كلها شاهده واحنا الاكثر مشاهده. ده نجاح. الاكثر مشاهده يعني نجاح. صح ماشي. فاللي عايز اقوله، انت بادئ موسم جديد، كل سنه وانتم طيبين، كل الرياضيين في مصر وكل الشعب واسر الرياضه في مصر صحيح. بخير وسعاده. هنبتدي موسم جديد ان شاء الله من يوم الاربعاء. الزمالك داخل الموسم ده داخل بشخصية مختلفة، داخل الموسم ده بسكواد قوي جدا، أقوى سكواد موجود في الدوري سكواد الزمالك. طب السكواد ده، هو السكواد ده اللي بعد تدعيمه ب 11 صفقة جديدة أو 10 اللي هم جم من بره، معناها الزمالك ما كانش كويس؟ لا، الزمالك هو البطل. صحيح، بطل الدوري وبطل الكاس. وخليني في البداية أوجه الشكر والتحية والتقدير للأستاذ أمير مرتضى منصور. صحيح، الكابتن امير مرتضى منصور عمل في المؤتمر الصحفي لفته يجب الجميع ان يتوقف عندها طويله، صور لعيبه الزمالك اللي هو كل فريق الزمالك لوحده في الخلفيه ومعاه الصفقات الجديده، لو الناس عشان يدي رساله. لو الصوره عندنا يا جماعه ممكن تجيبوها لنا من المؤتمر، هتلاقوا الصوره من بعيد يمين وشمال المنصه، لا من تحت الصفقات الجديده. يمين وشمال لاعبتنا اللي قدرت تحرز الدوري والكاس. عاوز يدي رساله، شايفين الصوره مع بعض يعني. عاوز يدي رساله وفيها ذكاء وعبقريه، رساله للجمهور ورساله للفرقه ورساله للعالم كله، ان الفرقتين دول، الفريق ده اللي خد الدوري والكاس مش كان عنده مشاكل، لكن دول اضافه للفريق ده عشان يحتفظ بالقمه وعشان يحتفظ بالبطولات وعشان يفرح جماهير الزمالك. لو احنا بقالنا سنه محرومين من القيد، تستحق التقدير والتحيه، مجهود جبار مبذول في فكر جديد. وانا يعني مش انا شهادتي جنب شهاده فيريرا ولا حاجه، لكن لما فيريرا يتكلم على الكابتن امير ويقول كادر رياضي مكسب للكره المصريه، لا تعظيم سلام. صحيح، واللفته دي لا لفته واحد عبقري، ان يجيب الفريق اللي صاحب البطولات، اللي جايب بطوله كاس وبطوله دوري ومقدم موسم رائع، جاي من بعيد قدم، يعني انا شايف في عبقريه في الفوز ببطوله الدوري السنه دي الموسم المنتهي يعني، ويقدمه بالشكل ده، يقول لك اللعبه دي هي اللي جابت الدرع واللي جابت الكاس. صحيح، لكن دول هيبقوا اضافه، فكلهم فريق واحد، تيم واحد، ما فيش حاجه اسمها جديد وقديم. فمش يعني عايز يدي رساله ان احنا ما عندناش كم تقصير، لا احنا عندنا لعيبه قادره، عندنا لعيبه امكانياتها عاليه، عندنا مواهب، وضفنا لهم مواهب جديده عشان نزيد من قوه الفريق، لزياده قوه الفريق، عشان الزمالك يفضل دايما هو الاقوى والافضل والاحسن
فتعظيم سلام لأمير مرتضى منصور على المؤتمر الصحفي اللي وضح فيه كتير من الحقائق. في حاجات كتيرة نتوقفنا عندها. لما سئل عن إمام عاشور قال حضراتكم ما سألتوش ليه على أوباما. انتوا ليه تسألوا على اللعيب اللي ما بيلعبش؟ هذا العمل هذا الدور هو دور المدير الفني، له الحق في اختيار التشكيل، له الحق في اختيار من يلعب ومن لا يلعب، له الحق في اختيارات حاجات كتير، له الحق في إدارة المباراة كما يراها طالما يحقق الهدف ويحقق الحلم ويحقق الانتصار. فشابو كابتن أمير مرتضى انك انت قدمت هذا المحتوى وقدمت هذه الرؤية وهذا المشهد اللي يجب على الإعلام كله يتوقف عنده، أن بيقول الفرقة دي فرقة بطل وأضيف لهم مواهب جديدة وصفقات كبيرة. في حاجة مهمة كمان غير البوسترين وبوستر اللعيبة الجديدة، الروح اللي أمير اتعامل بيها واتكلم مع اللعيبة بين قد إيه أن في صداقة بين اللعيبة، وهما بيهرجوا وهو بيهرج مع الزناري، معلش يا جماعة الزناري كاتب كلمتين واللعيبة قامت اتكلمت وقامت هزرت، دي روح مش موجوده لما يكون، لما ممكن تبقى موجوده مع اللعيبه القديمه اللي موجوده، لكن اللعيب لسه جاي ما بقالوش شهر او اقل من شهر، ودي الروح اللي موجوده والهزار، هي دي روح البطولات. دي الحاجه الحلوه اللي في الزمالك. دي الحاجه الحلوه اللي في الزمالك. صحيح. دي العداله. ودي روح الحب. الزمالك كسب الدوري والكاس عشان في عداله، كسب الدوري والكاس عشان في حب. كانت في حاله حب جوه فريق الزمالك، وحاله الحب دي مستمره طالما هذه الإدارة والمنظومة مستمرة، فمستمرة في الزمالك. فالزمالك هو البطل، فلازم يحافظ على البطولة، يحافظ على البطولة، يعمل كل الصفقات الكبيرة، صفقات من العيار الثقيل. اسمح لي محمد إن طبعا إن أنا لازم أشكر من هنا المستشار مرتضى منصور طبعا، اللي يعني عمل إيه؟ ده عمل إعجاز. فنادي محجوز على أرصدته في البنوك وهو بيجيب 11 لاعب، ده إعجاز. يعني أنا شايف من وجهة نظري ان الاستشار مرتضى منصور هزم ممدوح عباس 11-0. انت حجزت على الاموال بس انا جبت 11 صفقه، فرحت الملايين من الجماهير، فرحت الملايين من الجماهير. صحيح. خاصه الثلاث صفقات اللي كانوا قبل اغلاق الباب القيد بلحظات. امبارح كابتن طارق يحيى قال صفقات كبيره حلوه قوي في زملكاوي، قال الثلاث صفقات دول في بلس 90 بلس 90 قال الثلاث صفقات دول في بلس 90، قال في اخر ثانيه في بلس 90. وانا كنت من المحظوظين ان ساعة تقديم هذه الصفقات كنت موجود هنا في قناة الزمالك، فانا بعتبر نفسي محظوظ، والمستشار مرتضى منصور يقدم الصفقات الكبيرة والصفقات اللي كلها مواهب لنادي الزمالك لاسعاد جماهير نادي الزمالك، اللي دايما هو شعاره اسعاد الملايين اهم من جمع الملايين. صحيح. اسعاد الجماهير اهم من جمع الملايين. وكمان هما مش بس العشر صفقات الجديدة، ده في الحفاظ على زيزو، حفاظ على رؤى. ما زيزو ده صفقة. ما بالظبط. ومحمد صبحي ده صفقة. لا ما هو صبحي من ضمن العشرة، ولكن زيزو ده صفقة لوحدها، وتجديده رؤى والحفاظ عليه، تجديد عقد اللعيبة الشباب عبد المجيد ونيمار، دي كلها امبارح رؤى حفاظ. رؤى امبارح لسه. خلينا نتكلم على رؤى. رؤى اللي اكتشفه فيريرا. رؤى اللي كتير انتقدناه. لكن فيريرا خلانا نحبه. احنا مش معناه كنا نكرهه، خلانا نحبه اكتر. رؤى راهن عليه فيريرا وكسب الرهان كلاعب ديفندر، قدم موسم ولا اروع في حياته، وان شاء الله المواسم اللي جايه هيكون اروع وافضل واحسن. هو محمد عبد الغني، محمد عبد الغني اتاخد من مركز المساك للديفندر وقدم واحده، ده اكتشافات فيريرا. هو ده فيريرا، هو ده المايسترو، هو ده العبقري، هو ده البروفيسور بجد. بعدين عاوز اقول حاجه، هو البروفيسور مش اتكلم على امير وقال لك كادر رياضي مكسب للكره المصريه. صحيح. فهذا الرجل بيكتشف المواهب زي ما بيكتشف مواهب في الملعب بيكتشف مواهب بره الملعب. فشابو فيريرا، كل الدعم وكل الثقه فيك انت، جمهور الزمالك بيحبك جدا، وانا واثق من حب جمهور الزمالك ليه، وهو كمان بيشتغل عشان يفرح جمهور الزمالك. فانا بالنسبه للموسم اللي جاي الزمالك طبعا هو البطل، هو حامل اللقب، الاحتفاظ باللقب هيحتاج مجهود وعمل وشغل شاق، لكن اللي وفره مجلس إدارة نادي الزمالك ولهم كل التحية والتقدير في مقدمة المستشار مرتضى منصور، ده دعم كبير يخلي الزمالك مرعب. فالموسم اللي جاي إذا كانت كل الأندية عملت صفقات زي النادي المصري وزي النادي الإسماعيلي وزي النادي الاتحاد السكندري، وهيكون موسم قوي، هيكون عندنا دوري قوي من اول لحظه، من الاسبوع الاول دوري قوي، كل الانديه دعمت نفسها، ده هيخلينا نثق جدا في فريق الزمالك، نثق في الصفقات الموجوده. وعلى فكره الصفقات الموجوده معظمهم قدموا نفسهم.
صحيح. يعني لو اتكلمنا على ناداي، لا ناداي ده ملوش حل، خلاص ده علم على الجماهير. ناداي ده علم عند الجمهور حب، مهاراته في الدفاع وفي الهجوم. ده فيه لسه حد لما يتقدم كمان سامسون. سامسون ده من المهاجمين الخطرين جدا على المرمى، وبيزعل جدا حسب كلام وكيل اعماله، حسب زميل كابتن فريق اللي كان يلعب فيه خارج افريقيا، قال لو ما سجلش هدف بيطلع زعلان. سامسون ده ما حدش قادر يوقفه ان شاء الله. فانت معظم الصفقات اتقدمت، الجزيري هيسترد عافيته اكتر وهيكون هداف اكتر، يعني ممكن جاب 9 اهداف يعني الموسم. ممكن نقول ان سامسون ده هيكون هالاند الدوري المصري. اه ممكن، بس هالاند ما عملش حاجه مع صلاح. هالاند ما عملش حاجه مع صلاح بعدين لما لا هنتكلم، بس انا قصدي هل ممكن نشوف سامسون ده زي هالاند؟ طبعا مش بنقارن لعيب بلعيب، بنقول كاهداف ممكن. آه ليه لا؟ لان هو عنده الرغبه، لاعب شاب موهوب عنده كل القدرات، بيجي بسجل برجليه الاثنين، الفريق كله هيخدم عليه. هو الفرود، هو الفرود مع الجزيره طبعا كلها كل التقدير. لا الجزيري طبعا، لكن فرود العرب في يعني. ناس قدمت نفسها وتقول عليها الله من حلاوتها وجمالها، زكريا برضو زي زكريا الوردي. انا لسه بتكلم معاك، زكريا الوردي الله عليه. عمر جابر من الصفقات اللي رجع بيته. عمر جابر ده لاعب جوكر، بيلعب لك في لف باك رايت، هاف رايت، نص الملعب، لو عاوزه مساك بيشتغل مساك. صحيح. فده لاعب جوكر ولاعب اتقدم حتى بشكل رائع امبارح، ان هو كان اول الناس اللي قدم نفسه للجمهور واتكلم على الزمالك، ووجه الشكر للمستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور. عمر راجع كابتن، ده اول ماتش ليه معلق الشاره. اه طبعا عمر راجع كابتن النادي. راجع بالظبط. فانت بتكلم على مصطفى زناري. زناري شارك وكان جيد، وكان جيد جدا، يعني في غياب الونش طبعا. انا من وجهه نظري احسن مدافع في مصر هو محمود الونش. صحيح. ليس تقليلا من الاخرين، ما انا عندي مدافع جاي من بعيد، جاي دلوقتي الانديه الاوروبيه هتخطفه، اسمه حسام عبد المجيد. الانديه الاوروبيه هتخطفه، هتجري وراه، لان لاعب موهوب، لاعب عنده ستايل السن. عنده كوره، عنده ستاير، عنده جامب عالي، عنده رؤيه على المرمى، عنده قدره يعني مقدره على تخليص الكره والاستحواذ عليها. لا لاعب مدافع متكامل، بيفكرني بالكابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه. فانا عندي سكواد كامل، عامر بالمواهب. نتكلم على مصطفى شلبي، على الرغم ما لعبش مع الزمالك، بس مصطفى شلبي اللي شافه الموسم اللي فات هيشوف ده معجون مهارات، ده هيملى لك الجبهه الشمال، مش هتحس بغياب بن شرقي. جمهور الزمالك بيقدم التحيه والتقدير. اللي شاف شلبي الموسم اللي فات وليه في الكوره هيقول اللاعب ده ستايل مدرسه الفن والهندسه. بالظبط، هو ده ستايل مدرسه الفن، لاعب موهوب بيلعب رجليه اثنين، عنده مقدره على المراوغه، على الاختراق، الاستحواذ، التمرير، رؤيه الملعب، كشف الملعب. لا مصطفى شلبي، لا والجميل ان مين معاه في نفس المركز؟ ناداي. الاثنين بروفايل مختلف، كل لاعب ليه ستايل مختلف، كل واحد ليه ستايله. ناداي بيعتمد على السرعات والالتحامات، شلبي بيعتمد على الحرفنه اكتر والكره الهاديه، اقرب لبن شرقي اكتر، الديلي اللي بيعمله ويطلع بالكوره يباص اكتر، يعمل اسيستات اكتر، ناداي بيروح على الجون اكتر. الاثنين تحس ان بيكملوا بعض بشكل كبير. بالظبط، بس على فكره فيريرا هيستخدمهم الاثنين، كل واحد حسب احتياجات الماتش. صحيح. هو داخل كل مباريات كتير، انت عارف الزمالك داخل كل البطولات، داخل دوري وكاس وافريقيا وسوبر، فداخل عشان يحصل على البطولات، مش داخل عشان هو جاب صفقات كده يعني. لا جاب كله في نفس الليفل، هو نفس جاب المستوى. صفقات فيها كيف، فيها قدرات، فيها امكانات، فيها حاجات كتير، مش جاي عشان مجرد جاب عدد من الصفقات. لكن الصفقات طبعا هي كلها مع الفريق، كلهم فريق واحد، لكن اضافه الفريق ومكسب لفريق الزمالك يشكر عليه مجلس الاداره ورئيس النادي الاستاذ مرتضى منصور. فانا شايف كلهم هيكونوا اضافه، بس مين اللي هيوظفهم؟ لازم يبقى مدرب عبقري. يعني الكم الكبير من المواهب دي والقدرات دي والامكانيات دي لاي مدرب عادي مش هيقدر يتعامل معاه. حد مش عبقري هيتوه. هيتوه بينهم. طب انا انزل داداي ولا مصطفى شلبي؟ طب انا هاخد سامسون ولا هاخد يوسف حسن ولا الجزيري؟ لا توظيفهم. ليه وخط النص هلعب؟ خط النص ما حدش ولا حرج يعني. ولا امام ولا رؤى ولا دونجا لما يرجع ولا زكريا ولا بيسو ولا ماجد هاني لما يرجع هيلعب بمين؟ هيلعب بمين؟ فدايما محتاجه مدرب كبير، مدرب عبقري، والحمد لله من حسن حظ كمان عشان ما انساش اسمه من حسن حظ الزمالك وجمهور الزمالك ان مجلس اداره نادي الزمالك اتى بفيريرا العبقري اللي يقدر يستغل امكانيات كل الناس دي.
هو يقدر ده وهيستغل ده، وهتلاقي في تنوع من مباراه لمباراه، هتلاقي تنوع في الاداء، في طرق لعب مختلفه. ده فيريرا وصل به الامر واحنا بنتفرج على ادائه ان طريقه اللعب تتغير في الملعب. هو نازل بطريقه لعب ولكن حسب مجريات اللعب بيغير طريقه اللعب. فاذا استغلال الامكانيات الكبيره دي، فكره الماتش اللي فات ماتش 5-1 امام فلامبو غير تقريبا طريقتين او ثلاثه، هو بيغير أنا عايز بقى اجرب حاجه فيبدا يغير. شفنا اللعيبه بتغير تمركزاتها وبيغير النضايا بتشوف كل حاجه، مش مجرب بيجيبهم يتكلم، لا ده هو بالمشاوره هنعمل كذا خلاص، هو محفظ لعيبته 1 2 3، وده حتى اللي في التدريب بيعمله اكتر من فقره ممكن يوقفها، لا هعيد، هو عايز يوصل لفورمه معينه. اكيد طبعا اكيد هو شايف ان النادي استجاب له ووفر له زي ما بيقولوا بالعاميه كده لاب العصفور، فهو هيقدر يدير ده وهيقدر يستفيد منه وهيخلي الزمالك دايما هو الافضل والاحسن والاروع، زي ما قدم لنا غزل لنا برجل غزال وما كانش فيه سكوات، ولدرجه في احد الماتشات كان فيه 3 حراس مرمى على الدكه وقدر يقدم لنا الاروع والافضل والاحسن ويتوج ببطوله الدوري، لا هيقدم لنا ما بالك هيعمل ايه مع اكتمال صفوف مدرسه الفن والهندسه، كل المواهب في مدرسه الفن والهندسه. فاحنا هنتفرج على مدرسه فن وهندسه بجد، هنتفرج ماتشنا مع سموحه، هنتفرج على المدرسه دي خاصه وهو مركز قوي، قال انا قفلت افريقيا مركز دلوقتي في بطوله الدوري. احنا شفنا مدرسه الفن والهندسه فتحت نص بابها بس في ماتش فلامبو، دي وربت الباب يعني فتحنا الباب شويه كده في ماتش فلامبو، متهيألي الدش كان سخن من فريرا بعد الماتش الاول وبين الشوطين كمان تحديدا. طبعا لان هو راجل عايز المكسب كتير، هو بيعشق الاهداف، بدليل انه الموسم اللي فات كان شعاره او احنا قلنا الشعار الاستحواذ عليك والاهداف علينا. صحيح، يعني انت استحوذ بس احنا اللي هنجيب الجوان. وده حصل في ماتش بيراميدز لو انت فاكره. فاكر طبعا، استحواذ الزمالك اقل وبيراميدز الاكتر، بس استحوذ يا سيدي احنا هنجيب الاهداف، فجاب 3 اهداف في بيراميدز. مع فلامبو لا، صفقات الزمالك ظهرت بشكل رائع، كلهم قدموا الاروع والافضل والاحسن ومكسب، حتى الجمهور مبسوط، الجمهور كمان يثق في مدربه وبيثق في لعيبته وبيوجه الشكر للاداره على اللي عملته السنه دي. خلاص انت سكوادك بقى هو الاقوى وهو الافضل والاحسن، طب مين يستغل هذا السكواد؟ فرير. مدرب كبير زي فرير. فانا مش قلقان على الزمالك في الموسم الجديد ان شاء الله، مش قلقان، مش خايف على لعيبته، انا الزمالك منتظر منه ان كل ماتش يدخله بيفرح الناس لعبا وفنا واهدافا ومكسبا، يعني يجيب اهداف كتير، بيقدم لنا مدرسه الفن والهندسه، كره حلوه بنظرها فيريرا، الكره الحلوه طبعا، انت دايما الزمالك مرتبط بالكره الحلوه، لعب وفن وهندسه هي الكره الحلوه، ده اتقالت على الزمالك من بدايه الدوري في الاربعينات 48. طب لو رحنا للماتش الجاي الزمالك وسموحه، سموحه مش هنقول من الفرق السهله او الفرق في المتناول، فرق برضو ليها قوام، عندها لعيبه، عامله صفقات، مع مدير فني مخضرم كابتن طارق العشري، فاللقاء مش هيكون سهل في بدايته والدوري كله بيطمح فيه، شايف ازاي يتعامل فريرا مع لقاء زي كده بظهور بعض المشاكل الدفاعيه في اللقاءين اللي فاتوا؟ اكيد انا وجهه نظري وحسب كلام مستر فريرا نفسه ان كل الدفوهات الدفاعيه دي تم علاجها النهارده في التدريب، كان بيحصل ده وامبارح في التدريب كان بيدخل يتدخل بنفسه، كان هو اللي بيوجه، هو كان يعيد اللاعب يمرر الكره ازاي ويقف في الملعب ازاي. يا استاذ محمد، في بعض اللاعبين اللي اتدربوا مع فيريرا قالوا كلام نتوقف عنده طويلا، قالوا فيريرا علمنا ازاي نقف في الملعب، زيزو قال كده، فيريرا علمنا ازاي نقف في الملعب. ده مدرب كبير، يعني هتقول لي احنا هتعدي عليه دفوهات زي الدفوهات دي، وخاصه وان عنده احسن المدافعين، يعني الونش الحمد لله رجع بالسلامه، عندك حسام عبد المجيد، عندك محمد عبد الغني، الباكات. انا كنت شايف الاخطاء اللي ظهرت المره اللي فاتت مش عيب لعيبه، هو عدم انسجام اللعيبه لسه، او مره تكون مع بعض، شفنا مصطفى الزناري او مره يكون مع عبد الغني، او على فكره عبد الغني وحسام او مره الاثنين بس هم اللي يكونوا في قلب الدفاع ولكن ان شاء الله المستقبل ليهم. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. بدأ الإعلان عن بعض المراكز في الكرة الذهبية بالون دور، يعني لو قلنا الـ 22 في طبعا في أرقام وفي ترتيبات مشترك فيها 2 علشان نفس النقاط، هما السنة دي عاملين فيها حاجة مختلفة، تجميع نقاط على الموسم
اللي فات مش على السنة المناديه. معانا من رقم 22 صح يا شباب؟ طب ماشي، رقم 25 مين؟ كانسيلو مدافع السيتي. اوكي كيميتش ماشي، اوكي كانسيلو كيميتش ده 25. سيزا ماشي ميلان، نكونكو لايبزيج اوكي، نوننز، ده دول ال 25. ست لعيبه موجودين في مركز ال 25 من 25 ل 30. اما عن رقم 22 فسيلفا موجود مع ارنولد، موجود فيل فودن موجود معاهم في مركز ال 22. رقم 21 هاري كين، رونالدو رقم 20، ودي مفاجأة لرقم 20 على العالم. على فكرة هي أول مرة تحصل له، ولكن برضه أنا حاسس فيها مجاملة، اللي هو أصلا ما لعبش السنة دي أيضا ولا حد شافه ولا السنة اللي فاتت. وميسي مفاجأة أكبر بره ال 30، فلو هنقيسها فميسي ممكن يكون موجود في ال 20 بقى مع كريستيانو، أو الاثنين يبقوا بره. الاثنين بره يعني كان يخرجوا الاثنين بره، يقولوا أنتوا خلاص خارج التقييم، أنتوا أكبر من التقييم دلوقتي. عندنا رقم 17 كاسيميرو ودياز متشاركين في 17، رقم 16 فان دايك، رقم 14 فابينيو ولياو النجم الميلان، عندنا 13 هالر، وعندنا رقم 12 رياض محرز. دي الارقام او الترتيب في الارقام اللي ظاهر حتى الان، اي اسم هيطلع او اي ترتيب هيكون موجود هقوله لحضراتكم. في بعض الانديه بتعلن اسماء، بس احنا خلينا مع المكان اللي بنجيب منه او المصدر الموثوق منه، ان هتلاقي فيه حاليا ارقام كتير وتداول كتير. رسميا كل حاجه هتبان الساعه 9 مساء. على ذكر الاسماء العالميه دي، شفت امبارح هدف صلاح ازاي؟ الهدف ده ما حدش يجيبه غير محمد صلاح. هدف صناعه وتسجيل واحراز واخراج محمد صلاح. هو ده الملك. هو ده الاسطوره. ما حدش يجي يقول الاسطوره. الاسطوره على مستوى العالم من وجهه نظري ومشرف مصر ومشرف العرب هو محمد صلاح. لا مش وجهه نظر، ده الواقع. ماشي، وده الواقع، ده الارقام. وبعدين محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول، محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي اكتر من مره، محمد صلاح عمل ارقام قياسيه كتير جدا، محمد صلاح هو حديث الشارع الانجليزي. يكفي النهارده ان الصحف الانجليزيه كلها بتتكلم على موسم. على ذكر الصحف، معانا بعض المنشطات من الصحف الانجليزيه. سبورت قالت اي سبورت اسف قالت احمر ناري، مع انها بتاعت احمد الاحمر، بس ماشي هنعديها عشان خاطر احمد الاحمر، عشان خاطر صلاح الاحمر الناري بتاعنا. يا جماعه مش هينفع غير الاحمر الناري يعني. وصلاح ينهي سلسله اللاهزيمه للسيتي، ده برضو اي سبورت. ذا جارديان قالت هذا هو انفيلد، جوارديولا لا سينشط جوارديولا يستشيط غضبا بعدما فاز صلاح لمباراه المثيره ليفربول. منشطات عظيمه جدا، لازم فيها اسم صلاح. طيب ممكن اقول لك صلاح. حاجه طبعا، مش كان عندهم هالاند؟ ماشي، اذا كان هالاند كان بيلعبوا بيه الناس من النرويج، فمحمد صلاح من نجريج. امبارح مصريين كلها كانت بتقول نجريج واحد نرويج صفر. فاذا كان هالاند من النرويج، عندنا بنجريك بمصر كلها. ما حدش يقدر يقرب من ابن مصر. نجريك ترند، نجريك يعني ترند في العالم على فكره، كل السوشيال ميديا بتقول الفرق ده، هذا الفرق ما بين النرويج ونجريك. انا فكرتني نجريك ونرويج دي بمقول الكابتن مدحت شلبي، طبعا لو كان عندهم كريستيانو فعندنا صلاحيانو. صلاحيانو انا فاكر. لا صلاح فاكر اسطوره الكره المصريه، فخر للعرب، فخر المصريين. زي ما قلت لك محمد صلاح كل العالم عمل مع احاديث، كل محطات تلفزيونيه حتى في امريكا اتعمل 100 حديث، سي ان ان، لم ولي عهد انجلترا عمل احتفاليه مع محمد صلاح اللي هو بقى مالك دلوقتي. وبالنسبه لنا دلوقتي ان الصحف البريطانيه والانجليزيه يبقى الطبيعي بتاعها زي ما احنا شايفين كده، صوره صلاح هي في الصفحه الرئيسيه في منشط، بقى ده الطبيعي يعني. بس مش مفاجاه نقول ده العادي، بصوا ده العادي. لا خلاص ده العادي يا جماعه، ده العادي. العادي ان صلاح موجود باحتفالاته، باسمه، بصورته، بكل حاجه. ميرور بتقول الطيب والشرير، تسديده صلاح تحسم المباراه التي شهدت العديد من الاحداث المثيره للجدل. حاجه محترمه جدا. عرفت صلاح لما كان واقف على فكره، هم تحت حاطين صوره جوارديولا وهو بيشاور امسكوا الحصان، امسكوا الحصان. في صوره كان بيقول خدت بالك بعد الماتش لما جوارديولا نادى على صلاح؟ كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له انا من نجريج. انا بلدياتك يعني، خف علينا يعني، انا بلدياتكم يعني. والصوره اللي على جنب دي كلوب وهو بيتخانق مع الحكم، ان بصراحه انا شايف ان كلوب برضو كان ماسك اعصابه. طبعا هنا كان بيقول انا من نجريج. كان بيقول انا من نجريج.
خلينا انا عاوز اقول له صلاح شرف الكره المصريه، اسطوره من اساطير الكره المصريه، واحد من اهم واعظم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه. كلام محترم جدا. وهنا دي الستار عملوا حاجه لطيفه دبل مينينج، هير وي جو، عملوها هير وي مو، يعني اللي يلا بقى، فهو الانطلاق من عند صلاح. فهير وي مو، صلاح دايما دايما قوي ودايما هو الفخر لكل المصريين. ودي نميل كمان قالت لحظه سحريه، تسديده صلاح العظيمه تغرق سيتي. انت شفتها دي من حارس المرمى لصلاح 12 ثانيه من حارس المرمى لصلاح، اسيست من مش اول مره يعملها اليسون مع صلاح، عملها قبل كده مع صلاح. عبقريه من حارس المرمى لصلاح، عملها قبل كده مع مدافعين، عملها قبل كده معاه في مانشستر يونايتد تقريبا، هم متخصصين مع بعض، عملها مع نيورج سيتي على ما اظن. هنا بص، هنا والفاول بيتلعب، دي المره الثالثه وهو بيتلعب 74 دقيقه 48 ثانيه، مجرد صلاح بيحط الكره جون في 12 ثانيه. 12 ثانية من طلعت الكرة من حارس المرمى، 12 ثانية يعني 12 ثانية يعني صلاح أخذ سبرنت ما شاء الله. أليسون هو بيمسك الكرة عينه على صلاح، أول ما لقاه أخذ الطلعة حافظه. خلاص حافظه هو. يمكن صلاح السنة دي افتقد ساديو ماني طبعا، وعاوز أقول حاجة، يمكن نتائج ليفربول لما بدأ في الدوري بس احنا افتقدناهوش، ما كانش مرضية. نونينز لما نزل أول حاجة عملها رايح يدي صلاح انفراد، قام شاطها بره، يا عم تديها لصلاح. لا يعني كان دي هيجيب التاني. الثنائيات في الملاعب معروفة، يعني صلاح وساديو ماني كان دايما ثنائيه جميله ورائعه لليفربول، وخلت ليفربول ياخد بطوله الدوري وياخد بطوله اوروبا. حضرتك شفت الصور دي؟ بص تحت في جوارديولا اللابس اسود ده، هنا واليسون بيلعب الكوره بيشاور على صلاح، امسكوا الحصان يا جماعه. الصوره اللي بعدها اول ما الكوره وصلت لصلاح هيقع على الارض، اول ما الكوره جت لصلاح لسه ما دخلتش جون، لسه ما دخلتش، حط ايده على راسه، اول ما صلاح عدى بص هو في الارض قاعد على الارض. اي بس هو كان في حراسه اثنين مدافعين، بس هو سبق. بس هو يعني اتخلص من الاثنين مدافعين. هو اول ما تخلص منهم بص هو فين؟ وقع. طبعا قعد على ركبه، خلاص هو عارف ان الكوره جون. خلاص الكوره دول رفع الراية البيضاء. وكان في صوره ثانيه بس مش معانا للاسف، ما لحقناش نحضرها. فان دايك، مش عارف احنا نجيبها ولا لا. فان دايك اول ما صلاح انفرد من ظهره بيحتفل. طبعا. والجميل بقى في الكوره بعد الجون، خط الدفاع كله، الملعب اتقسم نصين، كل الناس اللي في نص ملعب السيتي راحوا لصلاح، ومدافعين كلهم راحوا يحتفلوا مع اليسون عشان الاسيست. لا هو الاسيست اليسون، لان اسيست رائع من المرمى لصلاح. لا هي كره الماتش، هي دي كره المكسب، هي دي كره النقاط، هي كره كل حاجه. بعدين ما هو فان دايك لازم يحتفل عشان صلاح خفف عليه العاب بتاع هيلاند. صحيح، ما انا قلت لك هيلاند من النرويج، صلاح من النرويج، ماشي. ففان دايك لازم يحتفل، لان برضه هيلاند تعبه، هو ماسكه مره او اتنين بس تعبوا. انت بتتعامل مع قطره بشريه يعني. ده تعب كل الناس. انا عايز اروح اجي اشوف السوشيال ميديا بس افكر الناس بجون زي ده الزمالك احرزه، مش بنفس السرعه دي. فاكره ده كان في الاهلي، كان في الاهلي عمرو زكي. لا 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 كان في عمرو السنه دي. لا لا فكرك بس. لا انا اقول لك عمرو زكي كان ماتش الكاس ماتش الكاس، انا قصدي من حارس المرمى من عبد المنصف لاعب كوره لعمرو زكي، طب بين الاثنين المدافعين دخل عمرو زكي حطها براسه على طول. ده كان هدف اسيست من حارس المرمى. خلونا نروح نشوف السوشيال ميديا ونشوف جماهيرنا النهارده قالت ايه، واحنا بنسالهم رسالتكم ايه للاعيبه نادي الزمالك في بدايه موسم جديد عشان يقدروا يحافظوا على درع الدوري ان شاء الله للمره الثالثه على التوالي. نشوف اجابات حضراتكم. بدايه من عند محمود، مساء الخير عليك يا قضاء، لازم اللعيبه تركز في المباريات القادمة وتلعب بحماس كبير وروح عالية وإصرار على المكسب، وإن شاء الله درع الدوري في 100 عقبة. كل التوفيق لنادينا الملكي، زملكاوي أفتخر. محمد، مساء الورد يا قضاء، بالروح والإصرار والتركيز إن شاء الله الدوري في 100 عقبة. كل الثقة والدعم للعبقري فيريرا واللاعبين الأبطال، جمهور الزمالك معاكم وينتظر منكم الدوري السنة الثالثة على التوالي، الدوري 15 زملكاوي إن شاء الله. محمد خميس، مساء الخير عليك يا قضاء، اعتقد ان الدوري السنه دي هيكون صعب جدا جدا، خصوصا ان المنافسين داخلين اقوى من الموسم ده، بس احنا واثقين في رجاله الزمالك وشباب الزمالك. وطبعا صفقه الموسم الجديد، صفقه الموسم جدو فريرا، بس لازم يكون التركيز الاكبر والاهم على افريقيا زمالك، التركيز على كل البطولات مهمه. محمد بيقول مساء الخير يا قضاء، اوجه رساله للاعبين، انتم ابطال الدوري وهتدخلوا كل مباراه والكل
يعمل لكم ألف حساب، لازم استغلال النقطة دي وتكون دعم وحافز ليكم. العبوا من أجل الفوز، من أجل إسعاد الجماهير. بالتوفيق يا أبطال، وإن شاء الله الدوري الـ15 في 100 عقبة التالت على التوالي. هدى مساء الخير عليك يا هدى. أقول لهم أي فريق في الدوري هيلعب أمامكم بشكل قوي لأنكم أبطال الدوري، عايزين اللعب بروح عالية وإصرار، تكون ضربة البداية من عند سموحة ونجيب الـ3 نقاط. ولازم أي لاعب في الزمالك يثبت نفسه لأنكم في نادي كبير. وبالتوفيق ليكم وإن شاء الله الدوري في 100 عقبة للعام الثالث على التوالي. كلام محترم جدا من جماهير نادي الزمالك. وأنا شايف إن هم جابوا لنا مفاجأة الجون بتاع عمرو زكي. حلو. بص عمرو زكي هنا، أنا فاكر قبل الجون ده قعد يقول عمرو زكي عنده مشاكل في القلب ومش عارف عنده ايه في القلب. ساعتها مدحت شلبي ايضا هو اللي قال انت مين قال عندك القلب ده، انت جبت المنافس القلب. انا فاكر المقوله دي كويس جدا. قال له ترى انت طرزان، وقال كلام كتير قوي. بص عمرو زكي، عمرو زكي وسط اربع مدافعين دخل تك الاساس عبد المنصف. عبد المنصف، وانا فاكر ساعتها كمان عبد المنصف اتاخر في الكوره، وبرده مدحت شلبي قال وقعت قلب هنري ميشيل، دخل حطها اسيست. هو كان مستني عمرو زكي بيجري، فهو دخل حط الكوره اسيست. شكرا جدا. دي امكانيات لاعب عمرو زكي، كانت قدرات لاعب عمرو زكي كان. بس محمد صلاح مرعب في اوروبا. طبعا طبعا محمد صلاح مرعب في الدوري الانجليزي. فعشان كده كل دعوات المصريين، كل جمهورك بيدعي لك يا صلاح، وان شاء الله يكون موقفك كويس في البالندور. البالندور اللي عاوز اقول هي بتعملها صحيفه الاكيب مش الاتحاد الدولي، كان في شراكه بينهم الاتحاد الدولي ثم انفصلت من سولان. ان شاء الله صلاح يكون في المقدمه يعني. ان شاء الله. هو اخر ما يعني من احلى المراكز اللي عملها كان الثالث، وتالت العالم ده حاجة عظيمة يعني. أنا شايف إنه وجوده مع 30 لاعب ده حاجة تشرف الكرة المصرية. كان في بتاعة الفيفا ذا بيست، مش في البالون دور. لا في الفيفا ذا بيست. لا دي البالون دور. لا دي لا. إن شاء الله يوصل لمركز إن شاء الله. إن شاء الله يعمل فيها مركز. يمكن برضو عاوز أقول إن هو بنزيما يمكن يكون المرشح الأكثر حظا. أو كورتوا. بنزيما يمكن عشان خد دوري أبطال أوروبا وهداف. كورتوا كان معاه. بالظبط. فلا بنزيما يمكن معرفش. ولا عشان فرنسي وفرنسا وعشان فرنسا والكيب فرنسيه والكيب دي خلاص. السنه الجايه نعملها في نجريج يعني. نعمل الاحتفال في نجريج السنه الجايه. السنه الجايه نعملها نجريج. نورتني وشرفتني كالعاده يا استاذ. اشكرك. بس في البدايه في النهايه اختم كلام معاك ان الزمالك لعب مع سموحه اول مباراه كانت يوم 17/9 والزمالك تفوق 3-1. الزمالك لعب حوالي 19 مباراه او 19 مباراه، تفوق في 10 مباريات مقابل مباراه واحده في سموحه. ده معناها ان الزمالك كبير وان الزمالك كعبه عالي. صحيح. والزمالك ده عاوز يحافظ على اللقب. ولو وراهنك قضى ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى الزمالك بطل الدوري القادم ان شاء الله نسخه 15 في نادي الزمالك. انا اختم مع حضراتكم واروح اشوف العشاء مع استاذ عبد الشافي، اشوف هيعشينا فين النهارده. ده وقتنا مع حضراتكم النهارده. شكرا لكل فريق العمل، شكرا لحضراتكم، ودايما مساءكم ابيض بخط احمر.